عبرت بنا إلى مرحلة نحن ننظر إلى أنها مرضية في علاقات الشعبين والبلدين، ولازلنا نتطلع إلى المزيد. ولعلكم تذكرون عندما التقينا في أبريل الماضي كانت إشكالاتنا القنصلية كثيرة جدا، كانت هنالك إشكالات الغرامات والإقامات والمعابر وغيرها. أفلحت اجتماعات هذه اللجنة وما تلاها من اجتماعات للجنة القنصلية ولجنة المعابر في تجاوز كثير من العقبات، بل أننا تركنا كل ذلك وراء ظهرنا. بالتالي اتفقنا على الاستمرار في انعقاد لجنة التشاور السياسي المشترك بصورة دورية في البلدين كل شهر بإذن الله. الأمر الثاني، انعقدت في أكتوبر الماضي اللجنة العليا برئاسة الرئيسين فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير وفخامة الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي، وتركت إرثا كبيرا من التوجيهات والقرارات، من بينها مشاريع كبرى في مجالات اللحوم والزراعة والتصنيع الزراعي، وتعاون كبير في القضايا الأمنية والسياسية الإقليمية والدولية. بالتالي اتفقنا على أن تنعقد القطاعات المختلفة التابعة لتلك اللجنة لمتابعة إنفاذ تلك التوجيهات والقرارات، خاصة وأننا لسنا ببعيدين عن الاجتماع القادم للجنة العليا بين البلدين. الأمر الثالث، أشدنا بما تم في قضية المعابر في معبري شكيد قسطل وأرجين، واتفقنا على أن تستمر اجتماعات لجنة المعابر لحل أي إشكالات يمكن أن تنشأ. اتفقنا كذلك على توقيع مذكرة التفاهم للتدريب الدبلوماسي بين البلدين، وسيغادر بإذن الله مدير مركز الدراسات الدبلوماسية ودعم القرار بوزارة الخارجية السودانية إلى مصر لتوقيع مذكرة التفاهم مع شقيقه أو شقيقته، لا أدري، شقيقته مديرة المركز في وزارة الخارجية المصرية. النقطة الخامسة هو استمرار التعاون القنصلي عبر اللجنة القنصلية بين البلدين، واتفقنا على انعقاد اللجنة في أغسطس القادم بالخرطوم باعتبار أن الدورية تأتي في أغسطس والمكان في الخرطوم بإذن الله لحل أي إشكالات يمكن أن تنشأ. وأشدنا بما تم عبر هذه اللجنة خلال الفترة الماضية. أنا أردت بذلك أن أشير لإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي الإعلاميين والإعلاميات، لأننا نقرأ والبعض ينظر لهذه اللقاءات وكأنها طق حنك. أنا قريت واحد كاتب كده، ليس طق حنك، هي عمل دؤوب تتبعه كثير من اللجان الفنية قامت بحل كثير من الإشكالات. إذا راجعنا فإننا نجد أن هنالك إرث كبير مضى بهذه العلاقة إلى الأمام. الأمر السادس، ناقشنا التعاون الإعلامي بين البلدين، وأشدنا بما وصلنا إليه من تراجع وتيرة الإفساد الإعلامي الذي كان يتم لهذه العلاقة. وهنا لا بد من شكر الإعلاميين والإعلاميات الملتزمين بأزلية هذه العلاقة في البلدين. وبالتالي بينما نشكركم نتمنى أن تمضي هذه الروح بإذن الله، واتفقنا على لقاءات بين قيادات الإعلام في البلدين من أجل تجاوز أي نقاط خلاف يمكن أن تكون مثار سالب في هذه العلاقة. الأمر السابع، اتفقنا على استمرار التنسيق السياسي والبرلماني بين البلدين والزيارات المتبادلة والتنسيق وتقويته، وبيننا تنسيق دائم في المنابر المختلفة في إطار الجامعة العربية، الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، ونتبادل الدعم في كثير من المواقف والترشيحات المختلفة بين البلدين. الأمر الثامن، ناقشنا قضية التعاون الأمني العسكري، وأشرنا إلى أهمية ذلكم التعاون في إطار توجيهات الرئيسين في البلدين،
وسيزور إن شاء الله الأخ وزير الدفاع جمهورية مصر العربية الشقيقة قريبا لمناقشة أي ملفات بينه وبين شقيقه في جمهورية مصر العربية، لأن المسارات السياسية والعسكرية والأمنية متكاملة، وبالتالي التواصل المباشر والشفافية والصراحة هي التي يمكن أن تؤدي إلى حل أي إشكالات قائمة بين البلدين. ناقشنا القضايا الإقليمية خاصة في اليمن والشقيق سوريا والشقيق ليبيا والشقيق جنوب السودان، واتفقنا على أن الحل في كل هذه القضايا لا يمكن إلا أن يكون سياسيا، وتوافقت وجهات النظر رغم أننا يمكن أن نختلف هنا وهناك حول بعض الرؤى في هذه القضايا. ناقشنا أيضا قضية ممتلكات المعدنين السودانيين، أكد معالي الأخ الوزير سامح شكري، وسيؤكد أنا متأكد أنه سيؤكد بأن ممتلكات المعدنين السودانيين تقابلها بعض الإشكالات الإدارية التي يجري حلها الآن في إطار توجيهات ورئيس مجلس الوزراء في مصر والاتفاق الذي تم بيننا في إطار هذه اللجنة. ورسالتي لإخوان المعدنين أننا نتابع هذه القضية، لأنني كما أشرت في اللقاء أن لجنة المعدنين تتابع معنا بصورة دائمة. ناقشنا أيضا قضية سد النهضة وشواغل الأشقاء في مصر، واتفقنا على أننا سنمضي كدولتين شقيقتين وكدول ثلاثة شقيقة، إثيوبيا مصر والسودان، من أجل حل أي إشكالات يمكن أن تكون قائمة، لأننا نؤمن بأن سد النهضة أو غيره وأن الهبة التي منحها الله لهذه الدول الثلاث من مياه تمثلت في أنهر كثيرة، ونهر النيل العظيم لا بد أن يكون لخير هذه البلدان الثلاث. بالتالي أنا أريد أن أتوقف هنا وأؤكد بأن هذه الاجتماعات بإذن الله ستستمر من أجل مصلحة بلدينا وشعبنا. معالي الأخ الوزير، أتيح لك الفرصة لمخاطبة الإعلام. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله. معالي الوزير الأخ العزيز بروفيسور إبراهيم الفندور، في البداية أتوجه لكم وللحكومة والشعب السوداني بجزيل الشكر والامتنان على ما نلقاه دائما من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والشعور دائما بأننا وسط أهلنا وأحبائنا. وأؤكد أن كل ما تفضلتم به كان نتاج لهذه الجولة الثالثة من المشاورات السياسية التي تجمعنا والتي تمت إقرارها بتوجيهات من قيادتي البلدين، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس عمر بشير، في إطار حرصهما على أن تكون هذه العلاقة وتكون التواصل المستمر هو سبيل الارتقاء بها واستمرار طبعها الذي نصفه دائما بأنه علاقة مقدسة وعلاقة متواصلة وعلاقة أبدية. وهذا هو الحرص ليس فقط على المستوى الحكومي ولكن أيضا على المستوى الشعبي. بالتأكيد أن الفائدة من هذه المشاورات هي فائدة حقيقية وملموسة، وقد أسهمت في تحريك كثير من الأمور التي كانت عالقة وكانت متأخرة والتي كانت تحتاج إلى رعاية خاصة حتى يتم إصدار التوجيهات السياسية على المستوى الفني لتفعيل ما نصبوا إليه من استمرار التواصل الكثيف بين الشعبين، استمرار التكامل في الارتقاء بالعلاقة الاقتصادية والتجارية، والعمل على تحقيق المصالح المشتركة. نحن نعمل من خلال هذه اللجنة كما تفضلتم لتنفيذ التوجيهات الصادرة عن اللجنة العليا المشتركة، والعمل على تفعيل المشروعات الاستراتيجية التكاملية وجعلها موضع تنفيذ، ونتناول هذه القضية بأجزائها المختلفة بما يؤدي إلى تحقيق المصلحة منها. أيضا التعديد لعمل اللجان سواء لجنة المنافذ أو اللجنة القنصلية للاطلاع بالمسؤولية في
في تذليل أي عقبات أمام تواصل الشعبين الشقيقين واستمرار الروابط القائمة بينهم والعمل على إزالة أي معوقات. فبالتأكيد أن العمل الذي يطلع به الفنيين في هذا الأمر ضروري، والتوجيه دائما هو بأن يكون التعامل من منطلق الاهتمام والمعرفة بشواغل الطرف الآخر، ومن ثم وضع الحلول المناسبة والتقدير لكل طرف لشواغل الطرف الآخر والاستعداد الكامل للتعامل معها بكل إيجابية لإزالتها بشكل كامل. رفع الكفاءة المتبادلة وتوفير القدرات فيما يتعلق بالعلاقة بين معهدي الدراسات الدبلوماسية والبروتوكول الذي سوف يتم توقيعه هو دليل آخر على الاهتمام بتنمية العلاقة والتواصل على المستوى الفني والمؤسسي. ونحن أيضا نسعى لتكثيف وتوسيع نطاق هذا التعاون من خلال نقل التجربة المصرية والسودانية للطرف الآخر بالنسبة لقضايا إدارة المؤتمرات وغيرها من المجهودات التي تبذل على المستوى الإداري. هناك اهتمام بكثافة التواصل على مستوى القيادتين على مستوى كبار المسؤولين، والتأكيد أن هذا التواصل يزيد من رقعة الفهم المشترك والتناول لكافة القضايا بشفافية وبكل مصداقية. خلال زيارة معالي الوزير وجلسة المشاورات الماضية كان معالي قد طرح عدد من الشواغل السودانية، وأتيح لي الفرصة خلال هذا اللقاء أن أوفر لمعاليه ردود كاملة وافية في كل ما أثاره من شواغل، أرجو أن تكون قد حظيت باهتمام وقبول من جانبه، لأننا نرى أنه دائما الإجابة على هذه الشواغل كما قد طرحته من جانبي عدد من القضايا التي اهتم معالي الوزير بتأكيد بأنه سوف تكون محل رعايته ويتم من خلال التنسيق فيما بين أجهزة الدولة السودانية الرد على هذه الشواغل والعمل على إزالة أي أمور قد تعيق المسار الطبيعي لهذه العلاقة نحو التقدم نحو الأمام نحو الوثوق بأننا نعمل سويا لتحقيق المصلحة المشتركة التي دائما ندافع عنها. التناول طبعا للتحديات الإقليمية وهي تحديات تواجهنا بشكل مباشر ونتأثر بها بشكل واحد، وموقفنا إزاءها هو موقف واحد بأن كل ما تشهده الساحة العربية الآن يحتاج إلى إطار سياسي للوصول إلى حلول تزيل الأثر المدمر الذي نشهده على مدى 7 سنوات الماضية من تدمير من فقد الأرواح من تشرذم من هوان وضعف، وأنه هذا لابد أن تكون الخطوة الأولى التي نستعيد من خلالها الاستقرار والأمن ونعفي شعوبنا من مخاطر نفاذ الإرهاب إلى ساحتنا، والعمل على استعادة الوحدة والتضامن فيما بين الشعوب العربية. نحن نواجه هجمة شرسة من التنظيمات الإرهابية، لابد من التصدي لها من خلال التعاون والتنسيق الوثيق على المستوى الأمني، وأن أيضا نتعامل بشكل فيه شمولية لمواجهة هذه الظاهرة في كافة جوانبها. بالتأكيد أن قضية سد النهضة هي قضية تهم مصر والسودان باعتبارهما دول مصب، وأيضا الشقيقة إثيوبيا للعلاقة التي تربط بين الدول الثلاث، وأيضا الوثيقة الهامة التاريخية التي تم التوقيع عليها في الخرطوم اتفاق المبادئ. ونرى أنه التنفيذ السليم الكامل لما تم التوصل إليه من اتفاق هو الذي يبني العلاقة على أسس سليمة متسقة مع القانون الدولي
متسقة مع مبادئ الدولية هو الذي يكون المسار نحو تحقيق مصالح الدول الثلاث. فنحن نعمل على هذا الأساس ونرى في التنفيذ الأمين والسليم الكامل للالتزامات القائمة على الدول الثلاث ومراعاة مبادئ القانون الدولي والتواصل القائم بينهم لابد أن يتم تكثيفه وأن لا يتم الارتكان إلى أمر واقع أو إلى الاستفادة من إطالة أمد التنفيذ، وإنما كلما أسرعنا في تنفيذ ما توافقنا عليه كلما كان ذلك فيه مصلحة وفيه بناء للثقة التي نعمل على تعزيزها. أيضا نسعى إلى الإطار التعاوني الذي كان قد طرح خلال اللقاء الثلاثي على مستوى القمة في شرم الشيخ لتأكيد الحرص على التنمية في الدول الثلاث بإقامة مشروعات مشتركة تجمع بيننا وتؤدي إلى المصلحة. نحن نثمن هذه الإطار التشاوري القائم ونسعى إلى توسيع نطاقه على مستويات أخرى في الدولتين، ولكن مرة أخرى الاعتزاز الذي يشعر به القيادة السياسية في مصر والشعب المصري تجاه شعب السودان وهذه العلاقة المبنية على الاحترام المتبادل، مبادئ أخلاقية نستمدها من حضارتنا من ديننا من تراثنا المشترك من الاحترام المتبادل من العمل على تحقيق الإرادة لكل من الشعبين بما يرتضيه لنفسه، عدم التدخل، عدم الإضرار، البعد التام عن أي فكر لفكر التآمري أو فكر الانتقاص من صلاحيات هو المبدأ الذي تسير عليه مصر، وأنا واثق أنه أيضا المبدأ المستقر لدى القيادة ولدى الحكومة السودانية، ونتطلع شخصية أتصور لي وله بحكم العلاقة اللي تربطنا وحكم أنها تمثل الوشائج الحقيقية بين الشعبين الشقيقين. شكرا جزيلا. شكرا. وإذا تطرقت إلى كما تفضل السيد الوزير هذه القضية تم من خلال توجيهات السيد الرئيس العمل على إعفاء من صدر في حقهم أحكام قضائية، وهناك اهتمام بإزالة هذه الشائبة تماما، وقد تلقينا من الجانب السوداني قائمة بعض كان هناك بعض لبس نتعامل مع الأمر من النواحي الإجرائية، فتثق تماما بأننا سوف نصل إلى حل هذه القضية بشكل كامل وفقا للتشاور المستمر وتحديد الحقوق وأيضا مراعاة الاعتبارات القانونية والإجرائية، وأنها سوف يتم الانتهاء منها في أقرب فرصة. فالمؤسسات في مصر تنفذ التوجيهات القيادة السياسية وتعمل على أن يكون هذا التنفيذ تنفيذ كامل، تنفيذ منتظم ويلبي الطلبات السودانية في الإطار الإجرائي والقانوني الواجب. شكرا. هاي لأنه عندنا التزام طبعا. أنت سألت أنا انتهيت. أنا سؤالي للبروفيسور إبراهيم غندور. أنا عبد المنعم مدرس من فرانس بريس. تحدثتم عن التباين بعض المواقف في القضايا الإقليمية، أشرت إلى ليبيا، ومعلوم أن لمصر الأيام خلال يومين الفائتين لديها بعض التحركات في الشأن الليبي، فهل تم أي حديث حول هذه التحركات المصرية ومدى وما هو موقف السودان منها؟ لعلنا لم نختلف في أن أي شأن ليبي داخلي هو شأن للشعب الليبي الشقيق، يختار من يحكمه. نحن في السودان وأعتقد كذلك في مصر نقف ونتعاون مع من يختاره الشعب الليبي. لعل شواغلنا
هو إيقاف أي دعم للحركات المتمردة السودانية. وفي هذا تناقشنا في كيفية أن يتوقف أي دعم من أي طرف ليبي لهذه الحركات. وجدت حرصا من معالي الأخ الوزير من مصر الشقيقة قيادة وشعبا على أن لا يتأذى السودان من أي مواقف لأي طرف من الأطراف الليبية. شكرا. خالد عبد العزيز، بس لأنه عندنا ارتباط يا خالد، أنت سألت وانتهيت. ما سألت. السلام عليكم. شكرا جزيلا يا اخوانا، معلش لانه كان المفروض نبدا 12:30 وتاخرنا للظروف، ولذلك هم الان عندهم مواعيد مع السيد النائب الاول. شكرا جزيلا.